بالنسبه للمباراه ما فيهاش اشياء كثيره اللي يمكن تحلل، رغم انه العطاء التقني ما ارتقاش بمستوى كبير، وكان من الاسباب اللي خلات انه المباراه ما تعرفش ايقاع مرتفع هو الحاله ديال الرياح ما خلاتش انه الكره تكون في الارض. هذا كان عامل سلبي على المباراه، ما خلاناش انه نشوفوا مباراه مفتوحه، لانه صراحه كنا معولين انه نجيو مدينه طنجه ونلعبوا مباراه كيف ما بغات تكون النتيجه، ما نخرجوا نلعبوا الكره ونخليو الجمهور انه يشوف مباراه في المستوى، بحكم انه حتى حنا ضمننا البقاء ديالنا وصلنا ل 33 نقطه، فما عندناش نخافوا، ما عندناش تخوف من النتيجه، انما كيف قلت لكم العامل ديال الرياح هو اللي ما خلاناش انه اليوم نقدموا مباراه كبيره، مباراه اللي يمكن تكون في المستوى. في الشوط الاول الكره كانت في السماء اكثر في المباراه كلها، فما كاينش اشنو اللي يمكن نحلوه تقنيا في هذه المباراه. الصراحه المقابله كما كتعرفوا فحنا بعد الاقصاء ديالنا فكانت هناك واحد تخوف على الفريق، خصوصا بعد الاقاله ديال السي بن شيخه. المكتب كلف المهمه للطاقم التقني اللي كان مرافق السي بن شيخه، ولكن رفضوا باش يدربوا الفريق، فانا الفريق ما يمكنش تطلبوا مني باش نجي للفريق باش نشد الفريق في الفتره هذه، واخا هي فتره صعيبه لان الفتره فيها صراحه مغامره، ولكن الحمد لله انا سرت الفريق ديالي ملي غادي يطلبني ما نقدرش نتخلى عليه في هذه اللحظه هذه بالضبط، واستطعت باش ناخذ المهمه والحمد لله ربي وفقنا اليوم. حنا سيطرنا سيطره مطلقه في المقابله رغم ان الرياح، استطعنا باش نكلموا اللاعبين ونقول لهم بان خصكم تحطوا الكره في الارض لان الرياح ما تقدرش تكونترولي لابال، والحمد لله استطعنا باش ناخذوا اللي مهم هو ثلاثه نقط الحمد لله خديناهم. اولا هو رد الفعل حتى حنا كنا تنتظروا ولكن ما قدرناش، لانه حتى التعليمات اللي عطيت اللاعبين تنظرنا طبقات، ولكن كيف قلت لك العوامل المحيطه ما خلاتناش، انه لانه من نهار بديت مع فريق اولمبيك اسفي وحنا دائما ما تناخذوا كره مع حارس المرمى المدافعين وتنقلبوا على وسط الميدان ونمشيو نهجموا، فمني ما تعطاناش هذا المعطى هذا ما لقيناش، فباش نلعبوا ان جو ديريكت ما لقيناش راسنا، لانه كاين سيفوفيتش طويل، كاين اسماعيل بن معلم مزيان لو جو تاد، كاين اوسينو، فما خلاولناش انه حتى الكره الطويله ناخذوها، لهذا فكان صعيب ان نشوفوا رده الفعل. فما نخفيش عليك انه مع بدايه الشوط الثاني فكنا تنقولوا الا خرجنا بالتعادل فهي نتيجه جد ايجابيه، لانه كان صعيب علينا في هذه الظروف هذه باش نوصلوا للمرمى باش نسجلوا، وهذه مباريات تتصادفك في الموسم، من هذه المباراه فتنظن انه كنا نطمحوا بالتعادل، ولكن هزيمه تنظن انتصار تنظن انه اتحاد طنجه يستحق الانتصار. التشكيله بطبيعه الحال غادي نخليو نفس التشكيله اللي لعبات في المباريات الاخيره تقريبا 99%، ولا وبالنسبه للمعاوي فكنظن بان معاوي كان بعد التوقيف ديالو من طرف الاداره، فصافي استطاعوا باش يصلح الامور، لان حنا محتاجين لعابه من العيار ديال المعاوي، والحمد لله استطعنا باش ندخلوا، لان ما يمكنش ندخلوا في الاول، دخلنا في الشوط الثاني باش ياخذ شويه السير، كان كيتدرب كيمارس ما كاينش مشكل، وان شاء الله في المباراه بعد المباراه غادي يرجع بامكانيات. الا كنت غادي نقول بان هادشي ديالي فغادي نكون كنكذب على راسي، فطبيعه الحال بان السي بن شيخه الخدمه ديالو، والحمد لله حنا بحال اللي قلت لك انا جاو طلبوا مني باش ما نقدرش نسمح في الفرقه في هذه الظروف هذه، حتى واحد كلشي تخلى عليها، فما يمكنش ليا بان انا صدعنا بالعدل على الاقل الكوتي ديال بسيشيك نهضروا مع اللاعبين نخرجوا من ذاك المول، لان لاعبين جاو تتفاجئوا بالقرار، كاين بعض اللاعبين اللي تفاجئوا، فكان ضروري ان احنا نخدموا في هذا الكوتي هذا، والحمد لله استطعوا باش يخرجوا في اقرب وقت. صعب علينا الامر نفسيا، فاحنا تصممنا هذه المقابله اللي محطمين بزاف شويه باش نكونوا شويه واقعيين، بعد الاقاله ديال السيد عبد الحق بن شيخه من الفريق، فكنا كلاعبين كان صعيب انك تدخل لاعبين في الراس ديالهم المقابله انهم يتقبلوا هذا القرار، ولكن الحمد لله كما كتعرف هذه سنه الحياه، فالمدرب كيمشي وكيجي فهذه هي سنه الحياه مع اللي كتعمل. الحمد لله تأدبنا مع الوضع، الحمد لله عرفنا كيفاش نحققوا انتصار اليوم مع خصم اللي هو كان صعيب ماشي خصم ساهل، كنا عاملين جميع الاحتياطات في المقابلة هذه، خصم اللي كيلعب الكرة حقيقة فالمقابلة خسرها شوية الرياح خسرتها، ولكن الحمد لله حنا عرفنا من أين تؤكل الكتف، عرفنا كيفاش نحققوا انتصار ديالنا، كنا نقدروا نفوزوا أكثر من هدف، الحمد لله فواحد صفر فهي نتيجة بالنسبة لنا فهي مقنعة في الظروف اللي عشنا من قبل، يعني الظروف اللي الإقصاء ديالنا فثلاثة ديال النقاط فهي تساعدنا كثير نشتغلوا شوية ومرتاحين ويكون عندنا واحد المورال باش أننا نستعدوا للمواجهات اللي ما جينا والمؤجلات اللي ما جينا اللي خصنا نحققوا فيهم
اكبر عدد ممكن ديال النقاط باش الفريق ديالنا يبقى ينافس على المراتب الاولى. وكنتمنى التوفيق للفريق الاولمبيك اسبي حقيقه اللي فريق كيلعب كره جميله. والكلام ديال السيد المدرب انه عندهم الحق انه الرياح اليوم ما ساعدتهمش وما ساعدتناش حنايا ونقدروا حتى حنا نخرجوا فايزين في الشوط الاول. ولكن هذه كره القدم ثلاث نقاط فيا في الصالح ديالنا. وكنشكروا اولمبيك اسبي وكنشكروا السي محمد السابق سيمو على المجهود اللي قدم في هذه المقابله هذه حقيقه. فهو عرف انه كيفاش يوصل اللاعبين وعرف كيفاش يساعد اللاعبين يخرجوا من ديك النفسيه المهزوزه اللي كانت عندهم. الحمد لله فحنايا ثلاث نقاط حنا راضيين عليها بالرغم من الاداء ما كانش مقنع كثير. والحمد لله فحنايا راضيين.